السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل كفتة الحاتي. ليها تكة معينة كده في طريقة المكونات وتكة معينة في طريقة السوا. يلا بينا نقولها مع بعض. ودلوقتي هنبدأ في مكونات الكفتة بتاعتنا او كفتة الحاتي. مكوناتها نص كيلو لحمة، بصلاية كبيرة مبشورة، 3 معالق كبار بقدونس، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة 7 بهارات. هنبدأ ننزل المكونات دي كلها في الكبة بتاعتنا، واللي يا جماعة حابب يضيف حتة ليا في المرحلة دي يبشر ليا فيها، بس أنا عندي اللحمة بتاعتي فيها نسبة دسامة فخلاص مش هحط. هحط البصلة والبقدونس واللحمة. أنا عايزاهم ليه؟ بضربهم في الكبة بحس ان هما بتبقى متجانسه جدا مع بعض والخليط كله بيدخل في بعضه، تحس ان الكفته فيها مطه كده، يعني الصباع تحس ان هو فيه مطه مش مفرود. والبهارات بتاعتي، ان انا يا جماعه احط الحاجه المكونات كلها بتاعتي في الكبه دي خطوه مهمه، يعني بتفرق في الكفته. هاخدها وش كمان عشان حاسه ان هي لسه خشنه. ودلوقتي يا جماعه هبدا افضي اللحمه بتاعتي. بص تحس ان بقت كلها ايه، المكونات بتاعتي كلها متجانسه وداخله مع بعضها، تحس ان الكفته ناعمه اللحمه مش خشنه. انا دلوقتي خلاص حطيت المكونات بتاعتي كلها في الكبه وهي تدخلت في بعضها. في المرحله دي يا جماعه نسيبها في التلاجة يعني على الاقل نص ساعه ربع ساعه، ليه؟ عشان خاطر ايه يعني تهدى. وبرده يا جماعه زي ما بقول كل مره لما اجي اعمل حاجه بعد الخطوه دي ينفع ان انا اصبحها واشيلها في اطباق في الفريزر، تطلع تبقى نص، نخليها تفك نص فككين كده وبعد كده نحطها في الفرن. انا دلوقتي بقى هبدا اصبع الكفته بتاعتي وطريقه التسويه ازاي. انا جبت صينيه احط فيها دلوقتي ميه، يعني حوالي ربعها كده ميه، وهحط الشبكه بتاعتي دي كده وهبدا احط الكفته من فوق، مش هحط الكفته على الصينيه تحت على طول علشان خاطر طريقه سواها بتبقى احلى وبتبقى طريه، لكن لما بتحط في الصينيه اللحمه بتقعد تبك ميه وتشربها، ف يعني طريقه السوا دي مش بحبها. دي احلى طريقه سوى للكفته، او لو عندي شوايه كهربا هحطها على السيخ واشويها على الشوايه. هبدا بقى اخد الكفته بتاعتي، بس الاول المرحله الاولانيه كل شويه انا هبل الحاجه اللي انا هصبع عليها. الكفته بتبقى يا جماعه يعني اصبحها على حاجه عشان انا عايز يبقى فيها من جوه فراغ عشان يدخل لها حراره وتبقى تستوي كويس وما تبقاش تقيله قوي. السمك كده حلو بتاع صباع الكفته، وهبدا ادوس كده بالراحه اللي هو اعقلها واشد من على السيخ بالراحه كده. عاوز ايدي تاني عاوز ايدي تاني سوري ميه. انا هنا ما حطيتش طبعا ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه علشان خاطر اللحمه بتاعتي فيها نسبه دهون. طبعا تعملي ايه الصباع السمك اللي انت عايزاه، وابدا اعقلها بالراحه كده عشان تبقى شبيهه ايه لكفته الحاتي اللي بنشتريها من بره. وانزل الصباع كده، جربوها يا جماعه ان شاء الله هتحبوها بالطريقه ديت، وطريقتها مش صعبه خالص ومكوناتها بسيطه، بس طعمها هيفرق ان انا اعمل في الكبه وان اخرطها في الكبه كلها، واني طريقه التسويه ديت اسويها بالطريقه ديت. طبعا اللي عنده شوايه فحم يشوي عليها اللي بيحب يعني، بس انا بصراحه يعني بحبها في الفرن اكتر. الفحم طبعا طعمها حلو بس تخلي البيت كله ريحته شوي ما بتخرجش بسهوله. انا ليه بحط ميه في السيخ بتاعي الاول؟ عشان خاطر لما باجي اشدها وتخرج ما تلزقش معايا على السيخ، تبقى سهله.
اللي عايز يحطها على خلة وما يشيلهاش مفيش مشكلة، بس خليها ايه خلتين تلاتة كده مع بعض عشان تدي سمكة كويسة. وانا هكمل بقية الكفتة بتاعتي هكذا وابدأ احطها في الفرن بقى، بس الفرن بتاعي يا جماعة يبقى سخن، ما يبقاش لسه مشغلاه، ابقى مشغلة الفرن يسخن عقبال لما اعمل الكفتة بتاعتي، عشان خاطر عايزاه الكفتة ما تبكش مية. هكمل طريقة التصبيع بتاعتي، واحط هنا المية واحطها في الفرن، هوريكم في الاخر شكلها النهائي.